أستاذ عارف جامل وكيل محافظة تعز، المعروف عن تعز أن فيها أكثر من تشكيلة عسكرية وأمنية، هناك تشكيلات عسكرية وأمنية يفترض أن قياداتها الآن اصطفت في حالة التعافي الوطني في رأس الشرعية، هل أن تعز جاهزة لهذا التعافي الوطني والتشكيلات العسكرية والأمنية في تعز جاهزة لوحدة الصف الوطني في تعز؟ في اعتقادي لا يوجد تشكيلات عسكرية، لكن تقصد ما يتعلق بالساحل أو بالنسبة لتعز، تعز تعيش محور عسكري متكامل بألية عسكرية، وهناك أيضا قوات القوات الوطنية موجودة في الساحل، لكن كما أوضحت أنه في ظل التحصن في الإعداد وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، جميع القوى الموجودة على أرض الصراعات الآن في مكون واحد وضمن المجلس الرئاسي، وأعتقد أنه لابد أن يعكس هذا على الجانب العسكري والجانب الأمني. ما لم ينعكس التشكيل الرئاسي على الواقع في المجال، وما لم القوى العسكرية كل واحد ضمن وزارة الدفاع وضمن تشكيلات عسكرية كمؤسسة أمنية ومؤسسة عسكرية تابعة للجيش، فيصبح الكلام غير صحيح. لكن نحن مؤمنين أنه في ظل التشكيل الرئاسي الذي جمع جميع القوى اللي كانت المهمة متناثرة أو مختلفة، اليوم هم في مكون واحد وفي توجه واحد، وبالتالي سينعكس بشكل اساسي حول تعزيز المؤسسه الامنيه والعسكريه لمصلحه اهل الميدان. وان شاء الله في الشرعيه من القادمه وتعاطف في هذا الجانب وارتباط وتوحد الصف العسكري والامني بشكل اساسي يعني. طيب حدث الناس عن اخبار الشرطه والامن داخل مدينه تعز ومحافظه تعز. الأجهزة الأمنية موجودة بكامل قوامها، كإدارة الأمن العام إلى جانب إدارة الأمن في المديريات، إذا موجود هناك شرطة النجدة موجودة في الأمن المركزية، فأعتقد تخصصات دولة موجودة في داخل تعز. طبعا هناك أخطاء وهناك بعض الممارسات الخاطئة من هنا وهناك، لكن لا تؤثر بشكل عام. اعتقد ان تعز ربما اكثر محافظات، يعني لما نقول انها تعيش مؤسسه دوله، حقيقه هذه حقيقه موجوده لا يستطيع احد، رغم انه بعض هناك المكاتب السياسيه تحصل هنا وهناك، هناك اخطاء موجوده في بعض الممارسات بعض افراد من الامن بعض افراد من الجيش، لكن هذه بشكل عام هناك مؤسسه دوله موجوده على مستوى الجيش، هناك اليه عسكريه، هناك ايضا اداره امن موجوده،